السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من أمام إقامة حدائق هرورة، نحن كنتواجدوا بالجماعة ديال هرورة وغادي نشوفوا طريق الفلاح فين وصلت الأشغال. وكنبغي نقول للإخوان في اللحظة ديال الدخول لطريق الفلاح نمشيو بشويه، لان المدخل باقي ما تفيناش، باقي ما كملاتش فيه الاشغال، لان لا قدر الله كملات الاشغال هنا الناس غتولي تجري بزاف، خاص يكون شويه طرق، تكون الامور اللي غادي تضبط قبل، لان عندنا واحد دخلت تقريبا فيها واحد 200 متر، من بعد كنلقاو الطريق مقاده كامله بالتوسعه ديالها بالاناره ديالها، مدارات جداد الوسط، هادشي اللي غنكتشفوه من خلال هاد الفيديو، ونشوفو الامور فين وصلات. هادي طريق الفلاح، طريق الفلاح اللي كانت كلها حفاري، كانت كلها معاناة، الحمد لله بعد تدخل السيد الوالي اليعقوبي شفنا الحمد لله تغييرات. هذا مدار من بين المدارات الجديدة اللي تم إحداثه مؤخرا باش ينظموا شوية الحركة، خصوصا عندنا مجموعة ديال الطرقان هنايا وسط الهرهورة. تبارك الله، وليتي كتمشي في هاد الطريق كتمشي مرتاح، والأكثر من هذا كاين اتساع، لكن كنبغي نقول للاخوان السائقين الله يجازيكم بخير، نحاولوا ما امكن نمشيو بشويه. هذه الطريق اللي كتطلع جات اقامه الاطباء، الطريق هذه اللي لتحت باقا مسدوده، باقا كيتجمع فيها الماء، كاين اكراهات في هذه القنطره تحت طريق السيار، خاص شي حل، وكنتمناو من الله كنتمناو من الله انه يتطرقوا لهذه المساله. هذه الناس غيسولونا على طريق الفلاح، انا شنو كان بالضبط، كيفاش كان الطريق. انا الطريق هذا الاتجاه اللي على اليسار اللي فيه الظل كان هذاك هو الطريق، وفي من فين غادي حنا كانوا الناس ساكنين هنايا، كاين اللي كانت عنده غير جرده هنايا زايده، كله شنو كان عنده. كانت واحد عملية هدم كبيرة شملت مجموعة من البنايات هنايا على اليمن، الحمد لله كان واحد التفاعل إيجابي من الساكنة، دازت عملية الهدم بسلام، الناس رجعوا السور ديالهم اللي كان القدام، رجعوا اللور، ومشات الأمور مزيان. الحمد لله عاوتاني كنشوفوا تغييرات مهمة في هذا الاتجاه هذا، بعد ما دازت عملية الهدم الناس داك السور اللي كان خارج شوية القدام عاودوا بناو من جديد، رجعوا اللور، كاين اللي عملية الهدم دخلات ليه في السكن ديالو، كاين اللي مدخلاتش له في السكن بالمرة. أنا كنشوف الصباغة ديال هاد السور هذا اللي عطات صراحة واحد الجمالية، الطريق كتبان هنا بالليل مزيان، الناس عندهم الاراضي هنا الله يبارك الله يسخر لهم، هذا هو اللي كاين. فطريق الفلاح الموازيه لطريق السيار فولات حله جديده، كتشوف الناس باقا كتبني وكتقاد الله يسخر. كاين ناس كما قلت لكم اللي السكنه ديالهم مشات لهم، كاين اللي رد الصور عاود دار دار الاخرى، يعني ديك المساحه اللي عنده دار فيها السكن ديالو ريتامه. نشوفوا شنو غيكون من القدام، واش غتكون شي تسويه الوضعيه في هذا الباب هذا، واش غادي يكون شي حلول اخرى لهاد المنازل اللي جاوا في الجنبات ديال طريق الفلاح. مع العلم كنشوف هنايا لا زون هذه كلها فيلات، وكاين بنايات اللي ماشي فيلات هنايا، واش غادي يديروا معاهم شي برنامج، هادشي اللي غادي نكتشفوه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عندنا فيلات هنايا، عندنا بنايات اخرى هنايا ديال الناس اصحاب الارض، وهذا ربما تكون شي حاجه كما شفنا في تمارا، هادشي اللي غادي نكتشفوه في مستقبل الايام.
نتمنى من الله غير ما يضيعوش الناس وتكون الامور مزيانه، هذه اهم حاجه. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش ولات الدنيا هنايا، هاد لابان اللي عندي من كتهبط مباشره للصابل دور، ما نهبطوش للصابل دور، نكملوا القدام نشوفوا الامور كيفاش دايره. هنايا العمليه ديال التشجير متواصله، الجارديناج في كل بلاصه، عطانا واحد الصوره كذلك مغايره لطريق الفلاح. شوفوا معايا الاخوان طريق الفلاح تبارك الله، طريق مختصر لعب واحد الدور كبير في الهرغورة. كانت معاناة كبيرة الاخوان في الصيف، في الصيف الناس كتمشي كتهبط للبحر كتبغي في العشية ترجع، طريق عامرة، طريق عامرة. دابا لا ممكن، ممكن وانتايا هبطتي للبحر، مشيتي لشاطئ الاميرات ولا مشيتي للصابل دور ولا السيد العابد وبغيتي ترجع غتخرج مباشرة هنا تطلع للفوق، غتطلع للفوق هنا وغتقلب مع طريق الفلاح تلقى راسك خرجتي جيت لوطوروت في شارع محمد السادس الوفاق قريب الحال. يعني تحل واحد الضغط اللي هو كبير وكبير بزاف. كذلك عاوتاني الناس اللي كيبغيو يمشيو للصابل دور ولا كيبغيو يمشيو مثلا للوادي كم هذا، فيكفي انهم يشدوا الطريق ديال طريق الفلاح حتى يوصلوا للنقطه يهبطوا لها مباشره. يعني حتى هنا كتخلي الطريق الساحليه منفسه بهذا المعنى، كتبقى مفوهه. اولا بنادم يمشي مع الطريق اللي خاوين والطريق الساحليه تبقى بالجماليه ديالها وما يكونش على داك الضغط الكبير، لان كنشوفوا راجلين كيتمشاو جنب الطريق، كنشوفوا الدنيا كتكون عامره. يعني حتى اللي كان مزروب شويه الاولى يدوز في هذا الطريق، هذه طريق مختصر النقطه اللي غتمشي لها انت مباشره، هذا هو اللي كاين. كما كنشوفوا الاشغال متواصله في طريق الفلاح هنايا، الله يسخر. بقى لنا العمليه ديال الاسفلت الاخيره باقي ما دازتش، خرجنا فراه خرجتنا جنب البياج ديال عين عتيق، وتخرجنا بالضبط حدا لوطيل، وتخرجنا في نفس الوقت للطريق الساحلية. بغينا عين عتيق نطلعوا ليها، بغينا طريق البحر غنهبطوا ليها. خرجتنا في واحد النقطة اللي مزيانة بعيدة على الضغط ديال السيارات و... انتما كما كتشوفوا معايا انا واحد المشروع تبارك الله غادي بواحد الوتيره كبيره 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 في الاشغال. هذا اللي كتشوفوها على اليسار ديالي هنايا، من هنا لواحد 6 شهور ولعب على ابعد تقدير، تكون الدنيا عامره هنايا. الاخوان فين خرجنا؟ خرجنا حدا البراج ديال رجال الدرك الملكي،
الخيرات. حتى الوادي كم طريق مختصر من الوفاق حتى الصخيرات. الصور الجميلة للطريق الساحلية، نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتبارطاجيو لنا القناة مع الأصدقاء، وشكرا لكم بزاف الإخوان، السلام عليكم.